وليد فيها ان نادي الزمالك لو حصل على بطوله الدوري السنه دي الامور بالنسبه له السنين القادمه هيحصل ايضا على بطولات اخرى. كابتن وليد اديني اسباب. اسباب الاستمراريه يعني؟ الاستمراريه ان في نظام، في كبير في الملعب، في حب، وده ما كانش موجود. لا في طب وموقف جنش ايه رايك فيه؟ ده موقف فردي او شخصي ممكن يطلع يعني من اي لاعب، لكن ما يبوظش منظومه. لكن جنش غلطان طبعا، ما فيش حد يعمل كده، وخصوصا هو من كباتن الفرقه. ايه تاني من الاسباب يا كابتن؟ شايف اللي هو التدعيمات، التدعيمات اللي هتيجي. يعني انت بتقول عمر كمال عبد الواحد، ايه رايك نجاحه مع نادي الزمالك؟ لعيب هيبقى اضافه كبيره جدا جدا لنادي الزمالك. زائد اللي انت لازم تجيب ديفندر، لو دونجا جه، دونجا لعيب كويس جدا مع طارق حامد، تبقى في نص الملعب. عودة مصطفى فتحي، مصطفى فتحي. بس هي المشكله اللي انا خايف منها بقى ان مثلا اللعيبه بقى، يعني مثلا واحد زي مصطفى فتحي، اولا كارتيرون اصلا مش حبه من الاول، كارتيرون اللي طلعه عاره. فانت مصطفى فتحي دلوقتي، بس هو رجاله المره دي مختلف. ايا كان بقى، هي مساله حب، ما انا طلعتك اعاره. فانت دلوقتي رجالي وانت راجل نجم وتقريبا هتروح منتخب مصر، فانت عايز تلعب مصطفى فتحي. طب مصطفى فتحي قاعد احتياطي، هيرجع تاني زي الاول؟ مصطفى لازم رجليه تبقى في الملعب على طول، وده واضح من خلال مشاركته مع سموحه لازم يبقى في الملعب. يبقى انت هتعمل في مشاكل دلوقتي. هي دي اللي انا خايف منها. في ممكن تاثر على الفرقه السنه الجايه، ان اللعيب عايز يلعب، واحد زي مصطفى فتحي مثلا هيعمل مع الراجل مشكله، خلاص هيبعد مصطفى فتحي، خلاص يبقى انت خسرت مصطفى فتحي. مصطفى محمد لو رجع ده حدث بقى ولا حرج يعني. زائد ان انت هتجيب، لازم تجيب لاعب 10، رقم 10 مع اوباما، هتجيب مين؟ زائد ان انت لازم تجيب مساك، ولازم تجيب باك رايت. فهي ايه التدعيمات اللي انت هتعملها مع الكتله او مع الفرقه اللي موجوده دلوقتي؟ لا هتعمل سنتين ثلاثه، بس بشرط ان انت لما تاخد الدوري ما تقفرش. طب كفيرو ده كابتن وليد، وانت بتتكلم على التدعيمات، يعني شايف نادي الزمالك محتاج، او الموجودين مروان حمدي رايك فيه، سيف الدين الجزيري رايك فيه، هل دول قادرين على وجودهم بشكل قوي مع نادي الزمالك وتحقيق البطولات اللي انت بتتكلم عليها الفتره القادمه؟ ولو مصطفى محمد رجع معاه؟ بص مصطفى محمد اعتقد ان الامور بالنسبه له يعني مش هيرجع، يعني هتبقى الموضوع هيرجع ويطلع تاني، لان خلاص مصطفى محمد مش عايز يقعد، عارف اتجاهه بالنسبه للاحتراف. لا يعني سيف الدين لازم تجيب فيرو التالت. يعني سيف الدين. طب نجاح مروان وحموس وسيف، يعني انت شايفه ايه؟ يعني شايف ان هم مادين الدور بشكل قوي ولا في نواقص؟ يعني بفيرود زي ما كان موجود كابتن وليد صلاح عبد اللطيف كده في نادي الزمالك. لا بص، هو برضه سيف ومروان في فرق بينهم في طريقه اللعب، واحد سرعات زي سيف، ومروان حته تحجيز والكلام ده كله. انا قلت على مروان اللي هو محتاج بس الثقه، ومحتاج فرصه اللي هو ياخدها في نادي الزمالك، لكن امكانياته كويسه. ما حدش كان يعرف عنه حاجه قبل ما يجي نادي الزمالك، ما لعبش منتخبات، ففي رهبه، في خوف، وده امر طبيعي جدا. فانت تدي له الوقت، لكن امكانياته كامكانيات فرق كويس. سيف الدين لعيب دولي تمام، كان متالق مع المقاولين. كارتيرون لما جابه قال لك انا مش عايزه. خلي بالك بس في دي، كارتيرون صح صح صح، لما جابه لعب ماتشين قال له انا مش عايزه. قال للاداره انا مش عايز سيف الدين الجزيري. شوف دلوقتي، فهي يعني انا بوريك رؤيه كارتيرون، ما كانش مقتنع بسيف الدين الجزيري. دلوقتي هو هداف الفرقه، هو هداف الفرقه. فانت الاثنين دول على مستوى عالي جدا، وعلى مستوى نادي الزمالك، بس لازم يبقى في عنصر ثالث. هدف مروان حمدي علق اسمه بشكل كبير جدا، وفرق معاه نفسنا يا كابتن. هدف زي كده يعلي نفسيه اللعيبه. انت عديت، انت اللي جاب المال.